الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب تقدم الطريق السيار يجيب. أهلا بكم لجميع الأسئلة التي كتهم راحتكم على الطريق السيار. معنا السيد عثمان المنشطي من شركة طرق السيارة بالمغرب. على الهاتف معنا السيد عبد الغفور من مدينة الرباط. سعد الغفور. ألو. سعد الغفور كتسمع لينا؟ ألو. إذا تفضل قول السؤال ديالك. شكرا. أنا كناخذ طروط مرة وخفت ناخذ هاد الجواز ونشارجيه وملي نبغي نستعمله من بعد مدة طويلة نلقاه سالة. مع جواز اللي شارجيتيه كيبقى ديما عندك واخا ما تعبرش مده طويله في الطروط. مع جواز كتستهلك المبلغ اللي شارجيتي المده مفتوحه. مع جواز دوز وبراحتك فوز. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه. انتظرونا في حلقه قادمه من طريق السيار يجيب.